السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الحصة يا شباب النهاردة كله بيقول بسم الله. يلا احنا اتفقنا ان منهج الترم التاني متصور عندك كامل في قوائم تشغيل القناة، تمام؟ طيب لما هلاقي حاجة عاوزة ازودها في الشرح هصور لك فيديو مخصوص للحاجة دي، زي ما انا بصور الفيديو ده كده، تمام؟ اي فيديو جديد هيتصور شرح طبعا هيكون من نسخة المعاصر 2024. طيب هدفي من الفيديو ده ايه؟ هدفي دلوقتي ان انا بصور لك جزئية تبع يونت 7 ليرن نمبر 4 بيج 30 للناس اللي اشترت كتاب المعاصر الجديد، متفقين؟ طيب الجزئية بتقول لك equations with fractions. طيب equation with fraction، قبل ما اروح لها هراجع معاك الاول كلمة equation يعني ايه، مع ان انا عارفة ان احنا اتعلمناها بس خلينا نفتكر. اتعلمنا ان الequation ديت بتلاقي كده equal في النص وعندك ناحية وناحية، ناحيتين اهو وفي النص في equal، ده اول حاجة. وبتلاقي كمان unknown letter كده، انا مش عارف الفاليو بتاعته ايه، فلما يقولك solve the equation حللي الequation دي لو سمحت، هدفك وانت بتحل الequation find the value of the unknown. هدفك تبص كده هو x plus 2 equals 5، هو مين ال unknown اللي قدامك؟ x. طب ال value بتاعته ايه؟ في ناس هتقدر تحسبها منتلي تقول لي يا ميس 3 plus 2 equals 5، يبقى ال x هنا equals 3 على طول اهو منتلي، تمام كده؟ بمجرد ما وصلت لل value بتاعت x ال unknown اللي قدامك انت حليت ال equation، متفقين؟ طيب unknown ده ممكن يبقى اي لتر، مش لازم يكتب لك اكس، ممكن يكتب لك اكس واي زد ال ام زي ما يكتبه لك. كمان الايكويشن بتاعتك مش لازم يبقى فيها بلس بس، ممكن يبقى فيه ماينس، ممكن يبقى فيه ملتبلاي، ممكن يبقى فيه ديفايد، على حسب الايكويشن اللي هو هيديها لك، متفقين؟ طيب انا كاتبه لك ايكويشن زي ما انت شايف كده سهله، نشرح عليها وبعد كده نروح نشوف equations with fractions. اوكي خلينا تبع الايكويشن اللي الميس كاتباها دي. احنا اول طريقه حليناها بيها دلوقتي كانت منتلي، قلت لك هو مين النمبر اللي لما تجمعه تعمل بلس 2 يدي لك 5، قلت لي 3، فبقت الاكس ايكوالز 3. دي اول طريقه منتلي بعقلك تقدر تحسب بعقلك. طب الطريقه الثانيه نفس الايكويشن يا شباب اهو، اكس بلس 2 ايكوالز 5، اقدر استخدم بار موديل. طيب بار موديل ده عشان استخدمه لازم اكون عارف كل نمبر من الايكويشن بتاعتي بيتحط فين، بيسكن في انهي ريكتانجل من الريكتانجلز اللي موجوده قدامك في البار موديل، تمام؟ التو نمبرز اللي بعمل لهم بلس بيسكنوا في الريكتانجلز الصغيره اللي تحت دي، يعني هنا هكتب اكس وهنا هكتب 2. اما النمبر الكبير اللي بيجي بعد الايكوال دوت بالنسبه للاديشن بيتكتب في الريكتانجل الكبير، يعني هنا هكتب 5 زي ما انت شايف كده. هدفك انا عايز الفاليو بتاعت اكس، اجيبه ازاي؟ هاخد بقى النمبر اللي في الريكتانجل الكبير 5 - 2، اهو بص كده 5 - 2 الكلام ده equals 3، يبقى الاكس بتاعتك equals 3. احنا وصلنا للفاليو بتاعتها، المرة دي وصلنا لها ازاي؟ using bar model، استخدمنا بار موديل. الطريقه الثالثه، يبقى دي كانت تاني طريقه. الطريقه الثالثه بتاعتك اسمها انفرس اوبريشن. الطريقه دي عباره عن ايه؟ بتقول لك لو سمحت انا عايز الاكس دي تعيش في ناحيه لوحدها، تسكن لوحدها، مش عايز جنبها نمبرز، تمام؟ طب عشان انا مش عايز جنبها نمبرز اعمل ايه؟ هو الاكس هنا جنبها فيه بلس 2، هتعمل عليها سيركل كده تخليها تعدي الناحية التانية بعد الإيكوال، أوكي؟ بس وانت بتعديها الناحية التانية بتغير الإشارة بتاعتها، يعني هي هنا بلس 2 وانت بتوديها الناحية التانية هنا في بلس هتخليها ماينس 2، متفقين؟ تعال ننزل كده، يبقى أنا معايا إكس إيكوالز، ما أنا هودي بقى بلس 2 دي الناحية التانية زي ما اتفقنا، هستخدم انفرس أوبريشن، تمام كده؟ فبقت الإكس أهي ساكنة لوحدها إيكوالز، قبلك مين بعد الايكوال؟ قابلني ال 5 وبعدين ماينس 2 5 - 2 يعني 3،
بص في كل الحالات طلع لك ان الاكس ايكوالز ايه 3، سواء بقى استخدمتها منتلي او استخدمت بار موديل او استخدمت انفرس اوبريشن، في كل الحالات هيطلع لك ان الاكس بتاعتك ايكوالز 3. ليه؟ لان الايكويشن بتاعتك وانت بتحلها وانت بتجيب الفاليو بتاعت الانون الليتر اللي موجود قدامك جوه الايكويشن بيطلع له فاليو وحيده، بيطلع لك نمبر، لازم النمبر ده يطلع عندك الاجابه زي صاحبك زي اللي قاعد قدامك زي اللي قاعد وراك كلكم لازم تطلع نفس الاجابه. متفقين؟ طيب احنا كده فهمنا الفكره الاساسيه واحنا بنحل ايكويشن. خلاص تعالى بقى نروح للدرس بتاعنا اللي هو ايكويشن ويز فراكشن. طيب هيدي لك ايكويشن، بس المره دي الايكويشن دي هيبقى عباره عن فراكشن. بص كده، فايند ذا فاليو اوف كي ان ايتش اوف ذا فولوينج. بص فاليو اوف كي، يبقى الانون بتاعك هنا اسمه ايه؟ اسمه كي. احنا اتفقنا هو يحط لك انون زي ما هو عايز، كي ال ام ايا كان الليتر اللي هيستخدمه معاك. اوكي، هدفك فايند ذا فاليو يعني سولف ذا ايكويشن، سولف ذا ايكويشن. اوكي طيب تعالوا نبدا ننقل بره الايكويشنز دي ونحلها مع بعض. انا معايا 1 اوفر 4 بلس الكي، الكلام ده ايكوالز 7 اوفر 8. دي اول ايكويشن قدامك، هدفك انا عايز الفاليو بتاعه الكي. طب نستخدم ايه؟ تعال نستخدم انفرس اوبريشن. احنا اتفقنا احنا معانا اكتر من طريقه. هل الايكويشن اللي قدامك دي لما تبص عليها تقدر تحلها منتلي؟ لا مش هعرف احلها منتلي. خلاص استخدم معايا انفرس اوبريشن. انفرس اوبريشن بتقول لك ايه؟ بتقول انا عايز الليتر ده يسكن لوحده، يعيش لوحده، مش عايز جنبه لا بلس ولا ماينس ولا اي حاجه. متفقين؟ يبقى انا هاخد النمبر اللي جنبه ده وهوديه الناحيه الثانيه بعد الايكوال. اوكي طيب هو هنا النمبر 1 اوفر 4 يعني دوت كده بوزيتيف بلس، لما اجي اوديه الناحيه الثانيه اوديه ماينس 1 اوفر 4. متفقين؟ طيب تعالى ننقل الكلام الجديد بتاعنا. هيبقى عندي كده بقت ساكنه لوحدها اهو ايكوالز. ها اول حاجه قابلتك بعد الايكوال ايه؟ 7 اوفر 8، 7 اوفر 8، وبعدين في ماينس 1 اوفر 4. انت كده ظبطت الايه؟ الحل بتاعك. هدفك دلوقتي ان انت تقول لي 7 اوفر 8 ماينس 1 اوفر 4 ايكوالز ايه؟ طيب يا ميس انا قدامي تو فراكشنز ويز انلايك دينومينيتور، صح؟ ويز انلايك دينومينيتور، ال 8 مش زي ال 4، صح كده؟ اه. هدفك دور على ال ال سي ام، ال ال سي ام للدينومينيتورز اللي قدامك ال 8 وال 4 هو ايه؟ يا ميس ال 8 مالتيبل لل 4، 8 مالتيبل لل 4، 8 ديفيزبل باي ال 4 بيقبل الاسم على ال 4. معنى كده ان ال ال سي ام بتاعي لل 8 وال 4 هو ال 8. متفقين؟ طيب ايكوال تحت الايكوال بقى هنبدا نظبط ايكوفالنت فراكشنز للفراكشن اللي قدامي. طبعا 7 اوفر 8 انا ما عنديش فيها مشكله لان الدينومينيتور بتاعي اتفقنا ان هيبقى 8، يبقى 7 اوفر 8 نزلت زي ما هي اهي ماينس. هنا بقى هخلي الدينومينيتور الفور ده يبقى ايه؟ يبقى 8 على حسب ال ال سي ام اللي معايا. تمام، الفور تبقى 8 حصل لها ايه؟ حصل لها ملتبلاي باي 2، اطلع على ال 1، 1 ملتبلاي باي 2 ايكوالز 2. تاني الفور بقت 8، حصل ايه للفور عشان تبقى 8؟ حصل لها ملتبلاي باي 2، 4 باي 2 ايكوالز 8، اطلع على ال 1، 1 ملتبلاي باي 2 ايكوالز 2. وكأن السؤال قدامك 7 over 8 minus 2 over 8، الكلام ده equals ايه؟ بص كده بقى like denominators اهم، نزل لي ال 8 في الدينومينيتور، 7 minus 2 equals 5، ويبقى الفاليو بتاعت الكي بتاعتك كي equals 5 over 8. احنا كده حلينا اول equation معانا، كي equals 5 over 8 اهي، بصوا كده تمام. طيب تعالى نحل ال equation اللي بعدها. هو هنا بيقول لك k minus 1 over 5 الكلام ده equals 1 over 6. السؤال قدامك اهو. تمام، هنستخدم ايه؟ اسهل حاجة تستخدمها هي الانفرس operation. تمام، بتستخدمها طول ما الكي مفيش لازق فيها كده كلمة minus، طول ما هي مش لازق فيها minus
ماينس كي على طول هتروح تستخدم الانفرس اوبريشن. اوكي طيب تاني بقول لك انفرس اوبريشن دوت هدفي منها ان انا عايز الكي قاعده في ناحيه لوحدها ناحيه، ما احنا اتفقنا الايكوال دي بالنسبه لي اسمالي الايكويشن ناحيه وناحيه. اوكي ادي ناحيه وادي ناحيه، انا عايز الكي قاعد في ناحيه لوحده. اوكي هاخد بقى النمبر اللي جنبه ده بالبلس او الماينس، هو بلس او ماينس تاخدها معي. اوكي وتبدا تقول هوديه الناحيه الثانيه واغير، يعني لو هي ماينس هتبقى بلس، لو هي بلس هتبقى ماينس. طب هي قدامك هنا ايه؟ قدامي هنا ماينس، وانا بعديها كده الناحية التانية من الايكوال هخليها تبقى بلس 1 اوفر 5. هي دي معنى كلمة انفرس اوبريشن، متفقين؟ طيب يلا بقى نبدأ نكتب الايكويشن الجديدة بتاعتي. بص كده الكي هتبقى عايشة لوحدها، نزلت اهي ايكوالز، بعد الايكوال قدامك فيه 1 اوفر 6 اهي 1 اوفر 6. بص كده احنا خلاص اتفقنا هيجي جنبها بلس 1 اوفر 5 بلس 1 اوفر 5. ابدأ حل بقى. ها مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك ان انت تجمع التو فراكشنز دول 1 over 6 plus 1 over 5 equals ايه؟ بص على الدينومينيتور unlike denominator، صح كده؟ تمام. طب ال LCM بالنسبة لل 6 ولل 5 هو ايه؟ مس 6 وال 5 مفيش منهم number multiple للتاني بالظبط، وهما الاتنين واحد منهم prime والتاني even بالظبط. عشان تجيب ال LCM بتاعهم اعمل لهم multiply 6 multiplied by 5 equals 30. يبقى ال LCM بتاعك للتو denominators اللي معاك هو 30. تمام هنبدأ نجيب equivalent fractions، هنجيب equivalent fractions للfractions اللي موجودة قدامي. يبقى ال K equals، طب 1 over 6 هبدأ أشيلها وأبدأ أكتب الفراكشن الجديدة بتاعتي اللي الdenominator بتاعها 30. ال 6 بقت 30 حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 5 اطلع على ال 1 1 multiply by 5 equals 5 plus. يلا الفراكشن الجديدة بتاعتك ادي 30 في الدينومينيتور، ال 5 بقت 30 حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 6 اطلع على ال 1 1 multiply by 6 equals 6. equivalent fractions، equivalent يعني equal للفراكشنز اللي معاك دول، 1 over 6 equals 5 over 30، 1 over 5 equals 6 over 30. متفقين؟ خلاص ابدأ اعمل بلس، ما انت بقى معاك like denominators اهو. يبقى الكي بتاعتك equals 30 نزلت في الدينومينيتور، و 5 بلس 6 يعني 11 over 30. اول ما توصل للفاليو بتاعت ال unknown المجهول اللي عندك في الايكويشن انت كده عملت لها solve حلتها. تمام؟ يبقى الكي بتاعتك هنا طلعت ب 11 over 30. اهي السؤال التالت. هنا في السؤال التالت بص كده كاتب قدامك ايه؟ 2 over 3 minus k، الكلام ده equals 1 over 4. تمام؟ مش هو دي الايكويشن اللي قدامك؟ ايوه يا ميس. طيب احنا اتفقنا طول ما الكي مش لازق فيها minus استخدم inverse operation، طول ما الكي او الليتر اللي موجود عندك مش لازق فيه كلمة ماينس كده ماينس كي استخدم انفرس اوبريشن. تمام؟ يعني لو قبلها بلس او لو كي وبعدين بلس او ماينس اي حاجة هنا هوت، المهم ان الكي ما فيش قبلها ماينس. تمام؟ طب لو هي فيها ماينس بالمنظر ده عشان ما تتلخبطش تعالى نستخدم بار موديل. اوكي؟ طيب بار موديل احنا عارفين ان احنا بنعمل ريكتانجل وبنعمل جواه كده حرف تي. تمام؟ تعالى بقى نبدأ نسكن كل نمبر من اللي قدامي ده جوه الريكتانجل المناسب ليه. اوكي طيب انا معايا سبتراكشن زي ما انت شايف 2 over 3 minus الـ k equals 1 over 4. طيب اكبر نمبر او اكبر فراكشن في اللي قدامك ده الموجود المفروض انها موجودة فين؟ المفروض ان هي بيبدأ بيها الايكويشن بتاعتك مدام هي سبتراكشن، مدام في سبتراكت فأكبر فراكشن عندك أو أكبر نمبر هو اللي بيبدأ بيه الإيكويشن بتاعتك. تمام؟ يبقى 2 over 3 دي هي الكبيرة وعشان كده هتتحط في الريكتانجل الكبير، يبقى أنا عندي هنا 2 over 3. تمام؟ أما K و 1 over 4 دول بالنسبة لي صغيرين فهيتحطوا في 2 ريكتانجلز الصغيرين. تمام؟ أدي K وأدي 1 over 4.
اظن كده بمنتهى السهولة هتقدر تقول ان الكي الفاليو بتاعت كي عشان تجيبها equals 2 over 3 minus 1 over 4 باستخدام الباور موديل زي ما انت شايف. يبقى الكي بتاعتك اهي equals 2 over 3 minus 1 over 4. تمام؟ هتبدأ تبص ده انا عندي unlike denominators عندي 3 وعندي 4. طب انا محتاج ال L C M للدينومينيترز اللي قدامي. طيب هل في منهم واحد ملتبل للتاني؟ 3 وال 4 منهم واحد ملتبل منهم نمبر ملتبل للتاني؟ لا يا ميس مفيش. طيب معنى كده ان انت علشان تجيب ال L C M لما تاخد بالك ان 3 دي برايم وال 4 ده even number، يبقى عشان تجيب ال L C M هتعمل multiply 3 multiplied by 4 equals 12 اهو. تمام؟ نبدأ نجيب بقى equivalent fractions للfractions اللي موجودة قدامنا. اوكي؟ الدينومينيتر الجديد للfractions الجديدة اللي هنجيبها هو 12 ال L C M اللي انا لسه جايبه. وابدأ اسأل نفسك 3 بقت 12 حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 4 اطلع على 2، 2 multiplied by 4 equals 8 وادي minus وادي 12. ال 4 بقت 12 حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 3 اطلع على ال 1، 1 multiply by 3 equals 3. كده تقدر تحلها لان الدينومينيترز بتاعتك بقت زي بعضها. متفقين؟ نزل لي ال 12 كده في الدينومينيتر و 8 minus 3 equals 5. يبقى الكي بتاعتك هنا equals 5 over 12. وكده جبنا الفاليو بتاعت ال unknown، حليناها، عملنا solve للإكويشن بتاعتي. بمجرد ما توصل للقيمة المجهولة بتاعتك في الإكويشن فانت حلتها. تمام؟ يبقى الكي equals 5 over 12. 5 over 12 اهي. تمام؟ طيب تعالوا نحل مع بعض. check your understanding. اوكي؟ طيب هو هنا بيقول لك 1 minus a equals 4 over 9. طيب على طول كده هتفكر ال 1 دي استغلها ازاي؟ طب بص كده على الدينومينيتور اللي هو شغال بيه، شغال ب 9، دينومينيتور 9. فكر ان ال 1 يعني 9 over 9. فكر ان ال 1 دي عباره عن 9 over 9. بص عشان يبقى دينومينيتور زي الدينومينيتور ازاي. تمام؟ طيب 9 over 9 minus what يدي لك 4 over 9. كده كده انا عندي دينومينيتور 9 اهو كتبته. طب 9 minus what equals 4؟ يميس 9 minus 5 equals 4. مفيش أسهل من كده. يبقى ال 1 أنا اخترت 9 over 9 ليه؟ عشان الدينومينيتور اللي معايا في الإكويشن اللي قدامك عبارة عن 9. تمام؟ اللي بعدها بيقولك if k minus 1 over 3 equals 1 over 7 then k equals إيه؟ تعال ناخدها برا كده. بيقولك k minus 1 over 3 equals 1 over 7. عايز اعمل لها السولف. يلا هنستخدم ايه؟ انفرس اوبريشن. ما هو كي ما فيش قبلها ماينس اهو، فبمنتهى السهوله هروح اخد كلمه ماينس 1 اوفر 3 دي ووديها الناحيه الثانيه من الايكوال. هنا في ماينس، لما تعدي الناحيه الثانيه انفرس اوبريشن يعني الماينس تبقى بلس 1 اوفر 3. خلاص يلا خلي لي الكي تنزل لوحدها اهو ايكوالز 1 اوفر 7 بلس 1 اوفر 3. هدفك انا عايز اجمع التو فراكشنز دول وهم with unlike denominator. مش هينفع تعمل ايه؟ هبدا افكر في ال L C M بتاعت تو نمبرز اللي قدامي اللي هم الدينومينيتورز 7 وال 3. اول حاجه مطلوب منك تلاحظها ان 7 وال 3 برايم نمبرز. تمام؟ وما دام هم برايم نمبرز يبقى اعمل لهم ملتبلاي. اعمل لهم ملتبلاي 7 ملتبلايد باي 3 ايكوالز 21. يبقى انا كده جبت ال L C M لل 7 وال 3 هو 21. ابدا اكتب لي equivalent fractions. يبقى اجي equal تحت ال equal، هشيل ال 7 واحط 21 زي ما انت شايف. ال 7 تبقى 21 ازاي؟ عملت لها multiply by 3 اطلع على ال 1، 1 multiplied by 3 equals 3 بلس وادي 21. ال 3 بقت 21 حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 7 اطلع على ال 1، 1 multiplied by 7 equals 7. بص كده بقوا لايك ايه؟ denominators. هنا بقت لايك denominators والكلام ده equal ال 21 هتنزل في الدينومينيتور. اجمع لي 3 بلس 7 يعني 10، فبقى 10 over 21. الكي بتاعتك equals 10 over
21 وكده انت حلتها خلاص. تمام؟ طيب بعد كده مدي لك واحدة كمان. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك if k over 5 plus 3 over 8 الكلام ده equals 16 over 40 plus 15 over 40 then k equals a. طيب تعالى نبدأ نبص كده. هو بص على ال 5 وال 8 وقال ان ال LCM بتاعهم 40. قال ان ال LCM بتاعهم هو 40. فبدأ يكتب equivalent fractions لل fractions اللي موجودة قدامك اللي هي k over 5 و 3 over 8. تمام؟ طيب ال 5 هتبقى 40 ازاي؟ مثل 5 تبقى 40 لما اعمل لها multiply by 8. 5 by 8 equals 40. تمام؟ اطلع فوق هنا بقى. اوكي؟ ال 5 زي ما اتفقنا multiply حصل لها multiply by 8 عشان تبقى 40. اوكي؟ ايه النمبر لما تعمل له multiply by 8 يدي لك 16؟ او 16 divided by 8 equals ايه؟ equals 2. يبقى الكي هنا بايه؟ ب 2 عشان 2 multiplied by 8 equals 16. طب تعالى نبص كده على الفراكشن الثانيه. ها ال 8 بقت 40 يعني حصل لها multiply by 5. 8 by 5 equals 40. اطلع على 3. 3 multiplied by 5 equals 15. اه يعني الفراكشن دي هي دي زي ما انت شايف كده. وخلاص عرفنا ان 2 over 5 equals 16 over 40 فالكي بتاعتك equals 2. متفقين؟ احنا كده خلصنا الهدف الاساسي من الفيديو بتاعنا equations with fractions. equations with fractions وعرفنا عشان نحل equation الequation دي فيها fraction انت عندك طريقتين inverse operation او bar model. استخدم الطريقة اللي تريحك في الحل. متفقين؟ ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.